حول ولا قوه الا بالله. البودره دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا، بس انا صعبان عليا شباب البلد. بودره التلج دمرت اجيال، بذمتك دول المستقبل، دول هيبقوا مستقبل. البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله. اللي الواحد شايفه ده معلم، عايز سندوتش معلم. فاطر ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ تسلخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكامل ده؟ لا ما ابوك كان شقي ياض يا ميشو. من زمن الزمن كنت قدك كده. ايام ايام يا ميشو اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، سدد لنا مليونات وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم، بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال. وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك يا ميشو وخليك واد فروت، الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا ده يا عم اتفضل يا حاج. ان شاء الله. تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يبارك لك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاضي؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنور؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الداء القديم. انا خدامك يا معلم ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي يا قاضي؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ امرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي. نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده عايز اقول لك نصيحه، افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني، ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى. ياض عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك. طول حياتك اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح. اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر افندي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت؟ اوعى. شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوان اخي. يعني ايه يابا ده؟ اي كده عايز حنام. حنام؟ حنام ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ ارمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. خلي يا عم وقسع. خلاص انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا. بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده وي كده وي كده وي كده وهو راح كده وي كده وي كده. حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا. حنام. حنام. يلا يلا يا خاين.
اكتر حاجه اكرهها الخيانه، اكتر حاجه. الله ينور يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد ساعه. ياض عايز امسك عظمه، الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا، ثلاث حاجات ما تقربش منهم في حياتك. ثلاث ايه؟ حاجات. اول حاجه ضابط المباحث. ضابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لضابط المباحث. ثالث حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. جدا. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا. حطيت امك ولا لا عشان بتزعل وتجيب؟ طبعا يابا. حط عمتك عنيات بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني في الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض، ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقالي ساعه عمال اديك نصايح، ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله، وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيت. اطلع من هنا. خلاص يا ابا، خدش معايا المخزن. خلاص يا ابا، فيسبه ايه ابن الهايفه ده؟ ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه يا حاج. امرني. سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه، مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك، البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك، وطي صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. سليحه. يا اخوان اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي، بابي حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأني كريمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي. يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني؟ يا حاج اتعامل، اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش. الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوه عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت له. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. اه. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا حاضر. قطعي قطعي ولفي وظبطي.
عيني عيني اللحمه تقطع اللحمه اه 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 اتفضل آه. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج حاج معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي، ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا ورده. جدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق إيه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الظابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر ياكل. لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. انت هتقول لي قصيدة شعر، من هي عيلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. تم علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الكليل؟ معلش معلش، أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السوده دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. طارت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. انت مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبل يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه والله وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكش السرير تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين.
اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا اكل معاك كوارع؟ طبعا انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. إيه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل اللي بتتعلم. الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف يهزوا ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده دي؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. بان عليه شماعة معتبرة. ده بان عليه شماعة وابوه شماعة وعيلته شماعات. حلو. البنت برضو وقعت واقفة شكلها. وهي فين معلمة؟ منتخة فوق شوية. خليها منتخة مش شاكلين اصلا. تعال شب شاي. الله يخليك يا معلم. تعال خد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمة وردة والشماعة. اما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله. ده كلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جرى ايه يا ورده؟ منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد. قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. يا ده اللي جابك البيت النجس ده؟ اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا قلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي بكرسي بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستيتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك هيك هيك. لا اقول فيها اقرب. هيك ايه؟ هوبا. قال الشلال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ قال الشلال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيد يا ميشو.
ابني ميشو. هديت ابوك يا ميشو ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا. راحت عليك. ايه مسك الشنب يا ميشو. ايه يابا ما قلت له بلاش يا عقاد. يا عم عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عم يا يا عم يا ليلى 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 عينا ليلى 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 واه اه يا ربطية متفقين عليا اه يا ربطية متفقين عليا مسلسلات ناولني يا ابني الريموتات هات مسلسلات
عنك صعب.